بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعين قناة الورش. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد هنتكلم فيه النهاردة عن إزاي أحدد أطراف موتور التلاجة، ولكن بشكل بسيط وعلمي، وفي نفس الوقت يعني هنتكلم باختصار عن حاجات يمكن ما تعرفهاش. شكرا لكل متابع ساب لنا كلمة حلوة في كومنت، وإن شاء الله هنكون معكم دايما مستمرين بتقديم محتوى علمي متميز وبسيط وسهل. بعد الانترو ان شاء الله هنبدأ كلامنا عن تحديد اطراف موتور التلاجة. لو داخل لنا عن طريق الفيسبوك ما تنساش تعمل اعجاب للصفحة، ولو داخل عن طريق اليوتيوب ما تنساش تعمل اشتراك وكمان تفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد ومفيد. يلا بينا نبدأ ان شاء الله هنتكلم عن تحديد اطراف موتور التلاجة بشكل علمي ومبسط وسليم. طبعا اي موتور تلاجه يا جماعه لما بتبص عليه على الاطراف بتاعته بتلاقيه عباره عن ثلاث نقط كده بارزين، اللي هم المفروض ان هم مدخل التيار الكهربي في التلاجه. انا هكبر شويه اهو، ادي نقطه وادي نقطه وادي نقطه، بيكونوا بشكل ثلاث صوابع خارجين من الموتور. تمام، المفروض ان الموتور اللي ليه ثلاث اطراف او الصوابع دي بتعبر عن ايه؟ المفروض ان الموتور بتاع التلاجه فيه ملف وملف، الملفين دول بيتقابلوا في نقطة، النقطة دي بنسميها النقطة سي، اللي هي المشترك أو نقطة التقاء الملفين مع بعض. نقطة التقاء الملفين مع بعض دي المفروض إن هي بتاخد كهرباء، يعني بوصل عليها طرف كهرباء وليكن L. أما النقطتين التانيين فالمفروض إن فيهم واحدة اسمها R اللي هي ملفات التشغيل، وفي واحدة اسمها ملفات التقويم اللي بنعبر عنها بالرمز S start running وcommit. تمام، طيب عاوزين بس قبل ما نتكلم في ازاي احدد الاطراف نفهم حاجة بسيطة. عندنا واحد كان اسمه اوم، اوم ده حدد حاجة اسمها العوامل اللي بتتوقف عليها المقاومة الكهربائية، لان احنا هنعرف مين الـ R ومين الـ S ومين الـ C عن طريق تحديد المقاومة الكهربائية. اوم ده بقى قال ايه؟ ايوه ركز معايا كده، قال ان المقاومه الكهربائيه لما بتتوصل لما تكون موجوده في موصل بتتوقف على مجموعه من العوامل. يعني ايه يا عم الحاج اوم؟ قال مثلا درجه الحراره، كل ما تزيد درجه الحراره بترتفع معاها المقاومه الكهربائيه، ما يخصناش. طب ايه تاني؟ طول السلك، كل ما يزيد طول السلك بيحصل ان المقاومه الكهربائيه بتزيد. طيب ركز معايا كده، ملف التشغيل هنا طوله اكبر من ملف التقويم، دي نقطة ركز معايا بس خلي بالك انا لسه ما كملتش. طيب ايه تاني يا عم قوم؟ انت قلت كده طول السلك وقلت ايه درجة الحرارة، كمان قال مساحة المقطع. مساحة المقطع ايه يا عم قوم؟ قال ان مساحة المقطع كل ما بتزيد بتقل المقاومة الكهربائية، كل ما بتزيد بتقل المقاومة الكهربائية. وخليك معايا هنا، ملفات التشغيل مساحة مقطعها، مساحة مقطع ملفات التشغيل أكبر من ملفات التقويم. ارجع أنت كده. طيب مساحة مقطع ملفات التشغيل أكبر من ملفات التقويم، يبقى كده قلنا إن طول ملفات التشغيل أكبر من ملفات التقويم، ملفات التشغيل أطول من ملفات التشغيل وعدد لفاتها أكبر. وكمان مساحة مقطع ملفات التشغيل أكبر من مساحة مقطع ملفات التقويم. تمام كده، خليك فاكر الكلام اللي احنا قلناه. عمنا قوم قال ان كل ما يزيد طول السلك كل ما بتزيد المقاومه. تمام، وعندنا ملفات التشغيل اطول من ملفات التقويم. تمام، وكمان قال ان كل ما تزيد مساحه مقطع السلك بتقل المقاومه، واحنا عندنا ملفات التشغيل مساحه مقطعها اكبر من ملفات التقويم. طيب اختصارا للكلام اللي انا قلته ده، المفروض هنا مين مقاومته تكون اعلى؟ بناء على الكلام الاولاني المفروض ان ملفات تشغيل مقاومتها تكون اعلى، صح؟ لا، ما هو النقطه الثانيه اللي انا قلتها ان مساحه المقطع بتاع ملفات تشغيل اكبر وبالتالي هتكون مقاومتها اقل. خلي بالك من النقطه دي، وبالتالي هيكون ملفات التقويم هي اللي مقاومتها اعلى، هي اللي مقاومتها اعلى. يعني ايه يا استاذي؟ يعني لما اجي اقيس مثلا من السي للار المفروض لو هيديني مثلا 20 المفروض هنا تديني كام؟
40. ليه؟ لان هنا قلنا ملفات التقويم عدد لفاتها ايوه اقل، لكن مساحه مقطعها كمان اقل، وبالتالي المقاومه بتكون اعلى لمرور التيار الكهربي. فلما اقيس بالافو بتاعي كده المقاومه هتديني اقل من كده، يبقى لو دي ادتني اقل من دي، يعني اللي تديني اقل مع السي بالنسبه للملف، يعني مثلا السي والار اديني 20، انا ما اعرفش ان دي الار دلوقتي ادتني 20 واس دي مع دي ادتني 40، يبقى دي كده الاس. تمام كده؟ خليك ركز معايا بقى، ركز الله يستر. طيب المفروض بقى ان دي لما اس دي مع دي تديني تقريبا قد دول، قد دول يعني 20 و40، المفروض دي تديني 60. تمام؟ طيب يبقى انا كده لو ما اعرفش الرموز دي، ما اعرفش مين الار ومين السي ومين الاس، وقست بنسة الامبير بتاعتي او بالافوميتر، دي النقطه دي مع النقطه دي ادتني 20، والنقطه دي مع النقطه دي ادتني 40، يبقى كده على طول وقست دي مع دي ادتني 60. ركز معايا في الحته اللي انا اقولها دي، وخلي بالك ما تقولهاش لحد. اكبر مقاومه بين طرفين يبقى الطرف الثالث هو السي. تمام؟ بص اكبر مقاومه ما بين طرفين، مين هنا اكبر مقاومه ما بين طرفين؟ ال 20 ولا ال 40 ولا ال 60؟ اوعى تقول ال 20. طيب يبقى ال 60، يبقى اللي قصادهم على طول هي مين؟ يبقى السي هي الثالثه بتاعتها. تمام؟ طيب انا كده عرفت مين السي، يبقى كده اقل مقاومه مع السي هي الار. اقل مقاومه مع السي هي الار لانها ملفات التشغيل، واحنا قلنا ان ملفات التشغيل مقاومتها اقل من ملفات التقويم، يبقى كده دي على طول هي مين؟ هي ملفات التقويم. طب ازاي انت في بدايه الفيديو قلت لي ان طول السلك كل ما يزيد كل ما المقاومه تزيد، والار هي ملف التشغيل طوله اطول من، ما تنساش ان انا كملت المعلومه وقلت لك ان كل مساحه المقطع ما تزيد، يا عم الحاج يا عم الحاج ركز، كل مساحه المقطع ما تزيد كل ما المقاومه ايه؟ تقل. يبقى ركز كده في كلام اوم قال، او خلاصه كلام اوم قال، ان مساحه المقطع بتتناسب تناسب عكسيا مع المقاومه، يعني كل ما تزيد مساحه المقطع تقل المقاومه. تمام؟ كمان قال ان طول السلك بيتناسب طرديا مع المقاومه، يعني ايه؟ يعني كل ما تزيد طول السلك تزيد المقاومه. كمان قال ان درجه الحراره بتتناسب تناسب طرديا مع المقاومه، يعني ايه؟ يعني كل ما تزيد الحراره تزيد المقاومه الكهربائيه. كمان في حتة قالها أم بس عشان نكمل المعلومة، قال إن نوع السلك بيفرق في المقاومة، يعني سلك النحاس أكيد مقاومته مش زي سلك الألمونيوم، سلك الفضة أكيد مقاومته مش زي سلك النحاس، فيه تفاوت وفي نوع السلك نفسه بيكون ليه عامل من عوامل المقاومة، ولكن ما دام الملفين مصنوعين من مادة واحدة زي النحاس أو الألمونيوم يبقى هيمشي معاهم الكلام اللي إحنا قلناه ده. تمام؟ وبالطريقه دي انا قدرت احدد اطراف موتور الثلاجه بطريقه سهله وبسيطه ومش محتاج حد يقولها لي بعد كده. طيب هنفترض ان الاطراف دي مقلوبه كده. الاطراف دي مقلوبه، يعني انا شفت موتور ثلاجات مثلا الاطراف كده. عاوز احددها برضو، اعمل ايه؟ برضو هقيس المقاومه ما بين كل طرف والتاني، يعني مثلا است دول اداني 20، است ده مع ده اداني 40، است ده مع ده اداني 60، يبقى على طول القصد ال 60 هو السي. والاقل مع السي هو مين؟ الار. والاكثر مع السي هو الاس، وحددتها بكل بساطه وبكل اريحيه. تمام؟ طيب ينفع زي زمان برضو كان في الموتور الياباني كان السي بتاعته هنا. هنا كده. هنقول مثلا تخيل معايا كده، متخيل ولا مش متخيل يا اه؟ طيب اس دول دي مع دي ادتني 60، يبقى على طول دي السي. ماشي؟ خليك واثق في نفسك، مش معنى ان القياس تروح كده يبقى انت اللي غلطان، لا، ممكن يكون هو القياس فعلا كده زي الموتور الياباني. طيب ودي مع دي ادتني مثلا 20، ودي مع دي ادتني 40، يبقى انا كده عرفت ان دي الار ودي الاس بطريقه سهله، وحددت اطراف موتور الثلاجه عن طريق قانون او. شكرا لكم على متابعتكم، وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وفعلوا زر الجرس. اعملوا لايك للفيديو لو الفيديو عجبكم، ومستنيكم في فيديو جديد هنشرح فيه حاجة جديدة ومفيدة في التلاجات المنزلية وفي الأجهزة الكهربائية عموما. سيبونا تعليق لو انتوا عاوزين نتكلم في حاجة تاني، او في حاجة مشرحناهاش،
وان شاء الله بنحاول نبسط المعلومات لكل الناس. بحبكم في الله. كمان الناس اللي بتسيب لنا تعليقات جميله زيها، شكرا ليكم، انتوا اللي بتقدمونا لقدام. وشكرا لكل اللي بارك لنا على ان احنا وصلنا ل 10,000 مشترك النهارده، الحمد لله رب العالمين، 10,000 مشترك و50، والواحد طموحه ان شاء الله اكبر من كده، انه يوصل بالمعلومات البسيطه لاكبر عدد من الناس. اللي بصص ان احنا بنكسب من قناه اليوتيوب، انت بتضحك على نفسك، المكسب مش كبير قوي زي ما انت متخيل. احنا بنقدم معلومه لله في الاول واكيد للربح في الثاني. شكرا، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.